يوسف على كل تحية ليك، معي عبد الخالق وكذلك كمال الخميري. يوسف معناها هداف الرابطة المحترفة الأولى والترجي في طريق معناها معبد للبطولة حاليا. والله الحمد لله معناها توا بريسك اللي 5 بوان ولا 4 بوان على الإتوال على بنزرت. نهاية المباراة صح عبد الخالق، نهاية المباراة في سوسة. نهاية المباراة في سوسة صحيح، معناها الترجي حاليا 5 نقاط نجم على نادي البنزرت. بنو ترتيب هما الترجي عنده 5 نقاط على النادي الرياضي بنزرت. 5 نقاط الحمد لله، معناها مزال شامبيون، مزال زوج ماتشات ان شاء الله نكملوا كي معناها، وان شاء الله بطولة باب السويق ان شاء الله يا ربي. شكرا لك يوسف. وليد تفضل. وليد ليش